فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هنا إحدى الأخوات تقول: هل يجوز التعليق على تغريدات الرجال برموز؟ كأن تضع هذه الرموز الشيخ المنتشرة مثلا وجه ضاحك أو ما شابه ذلك أو ابتسامة، تقول: وهل يجوز أن أناقشهم يعني في الدين أو السياسة وهي ملتزمة يعني بحدود الأدب يا شيخ؟ هذه القضية يعني مؤرقة كثير، لأنه نعم. هناك نوع من سوء الفهم. اتصلت بإحدى الأخوات لها مشاركات علمية ومشاركات حوارية في تويتر، نعم. فتقول أنني أعاني كما يعاني زميلاتي وأخواتي من الباحثات والمهتمات، أننا إذا أبدينا تعليقا أو إعجابا بتغريدة معينة أو ما أشبه ذلك من الأمور المتعلقة بالتفاعل مع أصحاب الأفكار والشعراء والكتاب وغيرهم، يتوهم بعض هؤلاء أن هذا الإعجاب أو هذا التعليق نعم. هو إعجاب بالشخص، فبالتالي تجده يعني قد يفتح لنفسه بابا واسعا من التواصل. فإذا لم أغرد أو أعلق أبعث إلي على الخاص: لماذا لم تعلقي؟ وينك؟ وما أشبه ذلك. وقد يتطور الأمر إلى أكثر من هذا. أنا حكت لي هذا، فقالت: ينبغي أن يعلم الرجال أنه ليس كل إعجاب أو كل تغريدة في تعليق على كلام لأحد الباحثين أو لأحد الكتاب أنه هذا إعجاب بشخص، يعني قد لا تعرفه ولا تدري من هو، ولكن الكلام أعجبتها مقالة، علقت، دخلت في حوار. لا لا، يعني ينبغي الفصل بين الشخص وبين كلامه، فلا يكون هذا منعكس عليه. وبعضهم يتوهم يعني يتوهم نعم. انها معجبه وان تبيه وانها راغبه فيه وانها حابه ان تقيم معه علاقه سواء عد محرمه او مباحه. فينبغي الاقتصاد وفهم انه مثل هذه التعليقات لا ينبغي ان يذهب به الذهن الى ما هو ابعد من 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 حدودها. وينبغي أن أقول لأخواتي أن يكون على حذر من مثل هذا، لأنه فعلا يعني هي نفسها الأخت التي حدثتني قالت: أنا يعني وجدت من هذا الاهتمام نوع من الميل بسبب كثرة الاهتمام والالتفات إلى تعليقاتي من هذا الكاتب أو من ذاك المغرد، فوقع في قلبي ونفسي شيء. طبعا هنا يعني ينبغي أن نعرف أن القضية هنا تحصل شراكة من الأطراف في إيجاد المشكلة، فليس هناك طرف جامد وطرف متحرك، بل في الغالب أنه هناك نوع من قياس التجاوب بين الطرفين يحصل به ما يحصل من مثل هذه الإشكاليات. أنا قلت هذا الكلام يعني لأجل أن أنبه إلى أنه المسألة لا تحل بحلال وحرام. إذا قلنا حلال فالأصل الحل، لكن نعم. أيضا الحرام إذا قلنا حرام فلن يحل الإشكال، بل ينبغي أن نعرف أنه المسألة تحتاج إلى تنبه، لا سيما في هذا الجو المفتوح الذي البنت تعلق على الرجل والرجل يعلق على البنت، وهذا الفضاء الواسع الذي أصبحت الحدود فيه متقاربة، ويمكن أن يتسول الإنسان على كل أحد ويعني في صفحته أو في مكانه الذي جعله للالتقاء بالناس ويتجاذب الحديث معه. ينبغي أن نفعل ما أمر الله تعالى به من تقواه، وأن نحذر اللين في القول، والفطن العاقل فطن، فينبغي لا يتجارى مع تلك القياسات التي قد تكون من أحد الأطراف للنظر مدى قبول الطرف الآخر للتجاوز أو للخروج عن المألوف في مثل هذه الأمور. لا بأس أن تغرد المرأة في تعليقها على الرجل وكذا العكس، لكن يجب أن يكون ذلك على نحو لا يوقع في الفتنة، لا يفتن ولا يفتن. أحسن الله إليكم شيخ، جزاكم خيرا. حتى نكون الأقرب إليكم، تابعونا على موقعنا الإلكتروني
كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على تويتر، وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.